اهلا بكم. بلا شك موضوع الضعف الجنسي موضوع في منتهى الاهميه، وخلي بالكم انا من عشاق التاريخ، فدايما بحب اقرا كيف تطورت الصناعه الطبيه والتدخلات الجراحيه عبر التاريخ. لكم ان تتخيلوا ان اول دعامه فكر فيها طبيب في التاريخ البشري كانت في القرن 16، والطبيب دوت كان اسمه امبريوس باري، ده كان طبيب فرنسي عمل دعامه مكونه من مواد خشبيه او انابيب خشبيه، مش عشان الضعف الجنسي، او عملها عشان في اللي ضحايا حروب في الوقت ده، عشان الحفاظ على موضوع المكتيوريشن، عشان التبول. المحاولة الأولى فعلا بالفعل لزراعة الدعامة كانت سنة 1936، طبيب روسي اسمه نيكولاش بوغوروس، وده بدأ يفكر في عمل دعامة باستخدام ضلع، ركب بس النتيجة ما كانتش جيدة في الوقت ده. في سنة 50 أمريكي بقى اسمه اسكاردينو ده استخدم مادة مصنعة قام بتصنيعها وزراعتها في العضو. في 52 سكوت وجودوين نشروا أبحاث حول تطوير المادة دي. لكن بالفعل سنة 66 بدأ دكاترة يطوروا الموضوع ده في القصر العيني أو في مصر، على يعني رأسهم طبيب تجميل هو الأستاذ الدكتور البحيري ده أسطورة عالم التجميل، وده طور صناعة الأستاذ الدكتور جمال البحيري. طبعا كل الناس عارفين مين الدكتور البحيري في مصر، عمل أول زراعة دعامة في العضو الذكري، واستخدم مادة البوليسيلين في الموضوع ده. سنة بعد كده بقى يعني في 73 سكوت هو أول من وضع البرنسبل الأساسية لزراعة الدعامة بشكلها القريب مع التطوير اللي حصل في السنوات الكتيرة اللي فاتت. شايفين العلم مسكتش العلم طول السنين اللي فاتوا حوالين أنه يبحث عن تطوير، لغاية لما وصلنا إلى درجة عالية جدا في التطوير الخاص بالدعامة، إيمانا من كل المدارس العلمية عبر من سنة 36 لغاية دلوقتي، بأنه الضعف الجنسي في وقت من الأوقات الحل الوحيد له هو تكوين دعامة. تعالوا نقرب من الموضوع ده بشكل دقيق جدا في 2022 و23 ونفكر مع بعض إيه هو الضعف الجنسي مع ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم الذكورة، طبعا اللي بسعد دائما بوجوده معنا، الأستاذ الدكتور عماد الدين كمال، أستاذ أمراض الذكورة والتناسل بكلية طب جامعة أسيوط، استشاري أمراض الذكورة والمدير ورئيس مجلس إدارة المؤسس لمراكز خصوبة الاسم الكبير. منورنا يا فندم، شرف كبير لينا. أهلا دكتور أيمن وأهلا بالسادة المشاهدين. كنت شايف حضرتك يعني مستمتع بالتاريخ. أكيد. لأن طبعا يعني التطور في الأجهزة الطبية أو الحاجات اللي بتفيد البشرية دي حاجة جميلة جدا، وفعلا احنا مرينا بتطورات لغاية ما وصلنا للدعامات الحديثة دلوقتي. طبعا الضعف الجنسي مشكلة طبية مهمة جدا، ولذلك دايما هنتكلم على شيئين مهمين. أولا ماذا أو كيف نعتبر أو متى نعتبر أن هذا الشخص يعاني من ضعف جنسي، ده أول سؤال. والسؤال الثاني الضمني، أسباب الضعف الجنسي الأكثر شهرة. موضوع الضعف الجنسي احنا امتى نقول ان الشخص ده يعاني من الضعف الجنسي؟ احنا بنقول ان احنا الشخص ده غير قادر على بداية او استكمال العلاقة الجنسية بشكل مرضي ليه وللطرف الثاني او الزوجة في اكتر من 80% من مرات العلاقة الزوجية. يعني احنا عندنا 20% من المرات او المحاولات ده ممكن يبقى فيها مشاكل او ما تتمش بالشكل المرضي، ودي ما فيهاش مشكلة خالص، لأن دي تغيرات بتعتمد على الحالة النفسية والظروف والكلام ده كله. لكن لو احنا الأغلبية بتاعت العلاقة والموضوع ده كانت مش تامة أو مش مظبوطة، لا احنا بنقول إن المشكلة عندنا في ضعف جنسي في الموضوع. الضعف الجنسي يعني زمان كان معظم الأسباب بتاعته بتوقعوا إنها أسباب نفسية، لدرجة إن هم كانوا بيصنفوا 80% من الأسباب أسباب نفسية و20% فقط هي أسباب عضوية. مع بدايات يعني أدوات الفحص أو الأشعات الجديدة أو الحاجات الطبية الحديثة بدأنا نشخص الأسباب العضوية اللي ما كانتش باينة، فترفعت نسبة الأسباب العضوية إلى 50% و50% الأسباب النفسية. موضوع الضعف الجنسي غير مرتبط بسن وغير مرتبط بوظيفة معينة أو سلوك معين،
لكن كل الأعمار معرضة للضعف الجنسي. لكن لوحظ أن مع زيادة السن النسب بتاعت الضعف بتزيد، لدرجة أنهم اتربطت بالسن، بمعنى أن هم قالوا عند سن أقل من 40 سنة ممكن نتكلم في 20%، بعد 40 سنة تبدأ النسب تزيد، يعني عندي 50 سنة بتوصل ل 50%، 60 سنة 60% وهكذا. فكل ما زاد السن أكيد النسبة دي بتزيد. المسببات للضعف الجنسي مسببات كتيرة قوي. لو احنا قلنا الضغوط النفسية أو الأسباب النفسية، ودي كتيرة قوي، التوتر والقلق، تمام، عدم القدرة أو عدم استيعاب الأسباب أو العلامات الطبية صحيحة، مشاكل اللي هي ممكن تبقى عندنا في التربية، يعني الأطفال اللي هم عندهم تربية غير سوية، تعرض لمشكلة جنسية هو صغير، تعرض لتحرش، تعرض لمشكلة، دي ممكن تولد مشكلة نفسية جنسية في الطفل ده. المعتقدات الخاطئة اللي احنا بنحطها في دماغنا ان العلاقة الجنسية لازم تبقى وقت معين او شكل معين، وده لو ما تمش يبقى احنا عندنا ضعف جنسي، فده برضو بيعمل مشكلة من الضعف الجنسي. الحاجة التانية في الأسباب النفسية اللي هي الانتربيرسونال فاكتورز، اللي هي الأسباب ما بين الأشخاص أو ما بين الأزواج، تمام، دايما دي مؤثرة، يعني الزوجة والزوج هما الاثنين لازم يتعاونوا في العلاقة الزوجية، ولازم لكل واحد فيهم دور إيجابي وليس دور سلبي. الزوجة تمام، يعني لو ما كانتش متعاونة أو كان فيه بعض المشاكل الاجتماعية أو النفسية بتنعكس على الموضوع ده، أكيد بتفقد الموضوع يعني قيمته، أو بتخلي الزوج يصاب بنوع من الإحباط والضعف الجنسي. فكل دي أسباب نفسية. نيجي للأسباب العضوية اللي هي ممكن تؤثر على الضعف الجنسي، أسباب كتيرة قوي، منها ضعف الشرايين، تصلب الشرايين، السكر، الضغط، أدوية الضغط، نقص الهرمونات، مشاكل التلوث والبيئة، والحاجات دي كلها بتأثر على الشرايين وبالتالي بتعمل ضعف جنسي عضوي. هقف عند نقطة التشخيص دلوقتي، في تكنولوجيا متقدمة وأجهزة مهمة جدا في تشخيص الضعف الجنسي. مظبوط، احنا عندنا حاجات كتير بنشخص بيها الضعف الجنسي، لكن ما زال التاريخ المرضي، وإن احنا ناخد البيانات بتاعة المريض ونسأله بعض الأسئلة عن سنه وتطور الضعف ده، هل هو ضعف مستمر ولا متقطع، بيجي في أوقات ولا بيجي على طول، وهل المشكلة بتزيد ولا بتقل، ده بتدينا فكرة عن الموضوع. ومدى استجابة الشخص ده للأدوية، يا ترى احنا بنجيب نتيجة على العلاج ولا كان بيجيب نتيجة وحاليا ما بيجيبش، ده بيقول لنا الموضوع ده عضوي ولا نفسي، والموضوع ماشي ازاي. بعض الفحوصات الطبية اللي هي بدأت تشخص الموضوع، ان احنا بدأنا نعمل اختبار كفاءة جنسية، بنعمل فحص الدوبلكس للشرايين العضو الذكري، ان احنا نشوف الشرايين دي فيها مشكلة ولا لا، في تسرب في الأوردة، في ضعف في الشرايين، الدم مش واصل كويس، كل ده بدأنا نعرف الأسباب بتاعة الضعف الجنسي. الطرق العلاجية، الطرق العلاجية متعددة لكن هي متدرجة، بمعنى ان احنا دايما بنبدأ بالخطوات الأسهل والأبسط، العلاج الطبي، المرحلة الثانية العلاج الحقن الموضعية، المرحلة الثالثة ان احنا بنعمل الجراحات او تركيب الدعامات الذكرية. فلابد ان احنا نمشي في السكة من اولها، ابسطهم واسهلهم الادوية الطبية. الادوية الطبية مختلفة قوي وتطورت كتير قوي من اول سنة 98 من بدأت الفياجرا والمشتقات بتاعتها، حوالي تقريبا دلوقتي احنا وصلنا لاربع مشتقات بيشتغلوا بنفس الفكرة وتطوروا جدا، فبدأوا يحلوا مشاكل كتير قوي من الضعف الجنسي. معظم الناس اللي هم ما عندهمش مشاكل عضوية والمشكلة عندهم بسيطة جدا بيستجيبوا، يمكن نحط حوالي 70-80% بيستجيبوا على العلاج الدوائي بشكل جيد جدا. ممكن بعد فترة يبدأوا المشاكل دي أو الاستجابة دي تقل، وارد طبعا، وفي الحالة دي احنا هنقيم الموضوع تاني ونشوف هنمشي في أنهي اتجاه. 20% من الأشخاص أو الرجال ممكن ما يستجابوش للعلاج الطبي، والعلاج الطبي ما يديش نتائج مرضية ليهم، ودول نتيجة ان احنا عندنا اسباب عضوية كبيرة، عندنا مشاكل في الشرايين، سكر مش متظبط، الشعيرات الدموية بدأت تضعف، في تسرب وريدي، فاكيد مهما دينا من الادوية مش هنوصل لنتائج مرضية، فهنبدأ نفكر في الحلول اللي اقوى من العلاج اللي هتجيب نتائج من الناس دول. في حل بسيط جدا ان احنا بنمشي عليه اللي هو الحقن الموضعي. الحقن الموضعي دي مواد موسعة للشرايين، احنا بنعمل تركيبات منها معينة من حوالي 3 أو 4 أدوية بنسب معينة، والنسب دي
بنحطها وبنركبها في خلطة بتخلي العيان يبدأ يستخدمها عند العلاقة الزوجية. احنا بنعلم المريض وبنقول له ازاي ياخدها، والمريض بيستخدمها قبل العلاقة الزوجية بنسب معينة، وبتدي نتائج أقوى من العلاج بشكل كبير. الميزة بتاعتها ان هي فعالة جدا، ملهاش أي أثار على القلب ولا السكر ولا أي شيء، لأن هي موضعية. تمام، احنا بناخدها وقت اللزوم، يعني انت من ايه ما تحب الجامع ممكن تاخد الابره الموضعيه دي وتمشي عليها كويس جدا. فدي مزاياها. الحاجه الثانيه ان هي تكلفتها بسيطه، مش زي مرحله الدعامه. لكن بيجي لنا فتره برضو ان احنا لما نمشي على الحقن الموضعيه دي سنه سنتين تبدا النتائج بتاعتها تقل. ريزيستنس. بالظبط كده، خلاص بدانا نتعود على الماده، لا تستجيب، مش هتستجيب، وبالتالي هنبدا نفكر في الحل الثالث بتاعنا. الحل الثالث بتاعنا واللي احنا عايزين نركز عليه طبعا هو موضوع الجراحه للضعف الجنسي. جراحة للضعف الجنسي زمان كان فيها حل تاني غير الدعامات، ان احنا بنعمل حاجة اسمها ربط للأوردة اللي بتسرب الدم. والعملية دي اتعملت كتير قوي، وبعد كده اثبتت ان هي ملاش اي قيمة وما بتفيدش العيانين، فبطلنا نعملها. حاليا الجراحة تركيب الدعامات. جراحة تركيب الدعامات هي احسن حل يحل المشكلة الجنسية بشكل جذري وثابت باستمرار. لو انا فشلت في العلاج او الحقن الموضعيه دي مش جايبه نتيجه، او المريض استخدمها وبدات تقل مفعولها، خلاص لا احنا هنفكر في موضوع الدعامات الذكريه. موضوع الدعامات الذكريه هو يعني الحل النهائي والقاطع لهذه الحاله. الدعامات احنا مش كل الناس اللي احنا بنركب لهم دعامات بنختارهم، لا، في فصيله معينه من الناس اللي هي محتاجه الدعامات. تمام، منهم المرضى اللي هم احنا فشلنا في علاجهم او ان احنا نديهم علاج او حاجه زي كده. في مجموعة تانية من الناس اللي هم سنهم متقدم وزوجته توفت لأي سبب إن كان ونفسه يتجوز تاني، يمكن دول أكتر ناس يستفيدوا من الدعامات الذكرية، بمعنى أن هو عايز يبدأ حياة جديدة بقوة جنسية جيدة جدا على الأقل. فعمرنا ما بالعلاج ولا بالأدوية ولا حاجات دي هنوصله إلى هذا المستوى، يبقى احنا هنفكر على طول في موضوع الدعامات. يمكن بتبقى سحر وبتحل المشكلة بشكل جيد جدا، وخصوصا ان هنا بتدينا قوه في الانتصاب مستمره مدى الحياه، ما بتقلش بعد كده او يعني بيحصل فيها تغير. فدي ميزه الدعامات. ونوت انترفير مع اي حاله مرضيه في القلب مثلا، ما في حالات في القلب ما ينفعش فيها دواء. بالظبط. يمكن الدعامات ما فيش مشاكل فيها للقلب ولا المشاكل العضويه، احنا بالعكس بنقول للمريض انت ما تركب دعامه هتقدر تجامع في اي وقت انت عايزه واي عدد مرات مدى الحياه باقل مجهود على قلبك. يعني انت مش هتبذل مجهود كبير وهتستمتع بالموضوع بشكل طيب جدا. اسئله كثيره تتعلق بالدعامه، هل الدعامه مناسبه لمرضى السكر؟ ده سؤال من الاسئله المشهوره جدا. اكيد هي الدعامه اتعملت لمرضى السكر. يمكن اكتر ناس بيصابوا بالضعف الجنسي هم مرضى السكر. لدرجه ان احنا بنقول يمكن تقريبا حوالي 50% من الناس عندهم سكر بيبقى عندهم ضعف جنسي. حتى في الشباب الصغيرين اللي هم بيبداوا حياتهم بيصابوا بالضعف الجنسي بسبب موضوع السكر. فالدعامة طبعا مناسبة جدا لمرضى السكر، ويمكن هي اتعملت لمرضى السكر، فطبعا يعني أكيد. لكن احنا يعني برضو المقولة ازاي يا دكتور انا هعمل عملية وانا عندي سكر، ما فيش مشكلة خالص، احنا هنتعامل مع السكر وهنظبطه، والدعامة هي معمولة لمرضى السكر. وأقول لكم على حاجة تخليك وانت عندك 50 و60 و70 كأنك عندك 40 و45، الرياضة. العب رياضة، دي مهم جدا طبعا. الرياضة دي يمكن هي كلمة السر في القدرة الجنسية، بس رياضة والمشي، مش أي رياضة. المشي. مشي لأن المشي السريع. بيحرك الدورة الدموية في منطقة الحوض، فدي أحسن دورة دموية بتغذي الأعضاء التناسلية. فالمشي هو الرياضة الأساسية، نمشي كل يوم نص ساعة صبح نص ساعة آخر اليوم، فدي كلمة السر. ونبعد عن خماسي ضعف القدرة الجنسية، تدخين، تمام، كحول، كحوليات، صح، السمنه، الضغط العالي، الدهون، كوليسترول والدهون. اكيد دول خمس حاجات بتضعف القدره الجنسيه، نخلي بالنا منهم. لو اجتمعوا اثنين او اكتر منهم اكيد المشكله كبيره. اما تقول لي عندك سكر وبتشرب سجاير وجسمك مليان، مشكله كبيره مش هنعرف نحلها. اما تبقى حاجه واحده نقدر نغطي عليها. فدي حاجات مهمه قوي بسيطه جدا نخلي بالنا منها. نورت وشرفت وابدعت كعادتك، ربنا يخليك. ضيف العزيز القمة العامل الكبير الأستاذ دكتور عماد الدين كمال، أستاذ أمراض الذكورة والتناسل بكلية الطب جامعة أسيوط، استشاري أمراض الذكورة والمدير مؤسس لمراكز خصوبة، كان ضيف في واحدة من حلقاتنا الهامة جدا. الضعف الجنسي يبقى مشكلة كبيرة جدا إذا لم تحل، ومشكلة تنتهي وتختفي إذا
ذهبنا للمتخصص وأوجدنا الحل. خليكم دايما مع الناس الحلوة.